بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الحج ومن فرض عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح في رواية البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عنهما لأنه هو وأبوه صحابة رضي الله عنهم، فلو كانوا ثلاثة لقال رضي الله عنهم، ولو كانوا واحدا لقال رضي الله عنه، فالواحد يقال رضي الله عنه، والاثنان يقال رضي الله عنهما، والثلاثة كعبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يقال رضي الله عنهم لأنهم ثلاثة كلهم من الصحابة. أن امرأة من جهينة، من جهينة، جهينة قبيلة من قبائل العرب القحطانية، وهي معروفة ومسكنها حول البحر الأحمر، شرق البحر الأحمر، وجماعتهم يسكنون في أماكن متعددة، لكن مركزهم ومحلهم الأساسي هو ذاك المكان على ساحل البحر الأحمر من الشرق. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من جهينة ليعلم أين مكانها، أهي من مكة أم خارج مكة، بعيدة أم قريبة. من جهينة يعني من جماعة جهينة الجهنيين، وهذا منازلهم. فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. أمها نذرت أن تحج، قالت: لله علي الحج. والنذر أن يوجب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه في أصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، فكأنها حجت حج الفريضة وأدته، ولكنها أوجبت على نفسها أن تحج زيادة، لكنها لم تتمكن من تادية ذلك. فكيف تصنع؟ ماتت أمها قبل أن تؤدي هذا النذر. فقال عليه الصلاة والسلام: حجي عنها. نعم، حجي عنها. ثم زادها فائدة ودليل على صحة قوله صلى الله عليه وسلم ولتدركه العقول السليمة، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله، لو كان على أمي دين لأحد الأشخاص لقضيته عنها. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، يعني الدين الذي لله جل وعلا أحق أن يقضى، ولا يجوز للمرء أن يتساهل فيه،
ولا يقول هذا حق الله، وحق الله مبني على التسامح، الشيء الذي أوجبه المرء على نفسه يجب عليه أن يؤديه. إن استطاع بنفسه أو استطاع بماله، فإن لم يستطع بنفسه ولا بماله فيبقى في ذمته إلى يوم القيامة. إن تبرع به متبرع من آله من قرابته من أولاده فحسن، وإن لم يتبرع متبرع بذلك بقي حق الله جل وعلا إلى يوم القيامة، لا بد أن يستوفى منه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. وعلينا أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يستحب للإنسان أن ينذر، لا يستحب للإنسان أن يقول إن نجحت في الامتحان فعلي أن أتصدق بألف ريال، ولا يجوز له أن يقول إن جاء الولد من سفره هذا سالما فعلي الحج هذه السنة، أو كان يقول إن شفى الله مريضي هذا فسأعمل كذا وكذا من الطاعات. يقول عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير. إذا قال المرء إن شفى الله مريضي تصدقت بألف ريال، فلا يظن أنه شفي من أجل هذا النذر، لا، وإنما تسديد النذر واجب، والنذر ليس بواجب، النذر ليس بواجب، لا يجب عليك أن تنذر، فإن نذرت وتحقق لك ما قلت فعليك أن تفي بنذرك. إن النذر لا يأتي بخير، يعني لا يتصور المرء أن الله جل وعلا أعطاه هذا الشيء لأجل النذر، لا، الله جل وعلا يعطي من شاء ما شاء ويمنع ما شاء ما شاء، وهكذا، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة جل وعلا. وعلى العبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فلا ينذر، وإنما يتقرب إليه مباشرة على طول، يعطي ما شاء من الصدقات، من الصيام، من الصلاة، من الحج، من العمرة، وهكذا، فلا يوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله ثم يبحل ويتعب في سداد هذا النذر، لا، ما يليق به هذا أن يوجب على نفسه. هذه المرأة وغيرها مثلا توجب على نفسها أنها تحج، ما استطاعت الحج لولا أن البنت هذه وفقها الله تبرعت لأمها بهذا السداد لبقي الحج عليها إلى يوم القيامة. فعلى المسلم ألا ينذر. إذا كان عنده مريض يحب أن يشفى مثلا يتصدق ويسأل الله جل وعلا الشفاء، عنده اختبار يحب أن ينجح يجتهد ويتصدق ويسأل الله النجاح، عنده مشوار مذهب إلى مكان ما مثلا إلى مكة وخارج مكة فيقول مثلا إن الله أوجب علي إني أوجب على نفسي الذهاب إلى مكة، نقول لا يا أخي، أنت اذهب إلى مكة واعتمر أو حج في وقت الحج واسأل الله جل وعلا أن يعطيك ما أردت، ولا توجب على نفسك الحج وأنت لا تدري هل تتمكن من ذلك أو لا تتمكن، ولا توجب على نفسك الصدقة بآلاف الريالات وأنت لا تدري هل تمكن أو لا تتمكن، وهكذا. إن النذر لا يأتي بخير،
وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي يوفي يعطي النذر علشان يظن أنه إذا نذر أعطي ما أراد، وليس كذلك. فالواجب على المسلم أن يسأل الله جل وعلا ما أراد، ولا يوجب على نفسه شيئا لم يجب في أصل الشرع، وإنما يسأل الله جل وعلا ما أحب، ويتصدق ويعطي ويسأل الله جل وعلا، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فمثل لهذه المرأة وأجابها جوابا سديدا يصلح لكل أحد من حين سألت السائلة إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يستدلون بهذا الدليل، قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين لأحد، دين لأحد المسلمين مثلا أو الكفار يجب سداده، فسددتيه عنها، أهو يصلح؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. الله أحق أن يقضى حقه، لأنه أوجب المرء على نفسه هذا الشيء وهو لا يجب عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفردات الحديث. مفردات الحديث الكلمات التي وردت في هذا الحديث معناها: جهينة بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء بعدها نون مفتوحة ثم مربوطة، هي جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، فهي قبيلة قضاعية قحطانية. منازلها: هذه جهينة، جهينة اسم رجل، اسم رجل نسبت إليه هذه القبيلة لأنها كانت من ذريته أو من بلده أو من إمارته أو شيء من هذا، فسمي كل من كان حوله من جهينة، من قبيلة جهينة، مثل عنزة، مثل تميم، مثل كذا مثل كذا، أسماء قبائل تعرف، قريش مثلا، وهكذا أسماء قبائل تعرف تسمى باسم رئيسها. نعم. فهي قبيلة قضاعية قحطانية. منازلها حتى الآن: يعني من قضاعة، قحطانية يعني من قحطان، وقحطان هم العرب العاربة، القحطان العرب العاربة، العرب الأصلية، عرب من أصلهم عرب، بخلاف قريش فيقال لهم عرب مستعربة، عرب تعلمت العربية بعد كونها سكنت مكة. وإلا إسماعيل عليه السلام فليس بعربي أبوهم. نعم. فهي قبيلة قضاعية قحطانية. منازلها حتى الآن على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وعاصمة قراها أملج. أملج هذه هي عاصمة جهينة، بلد الكبيرة فيها أملج. نذرت أي أوجبت على نفسها، فالنذر شرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى بكل قول يدل عليه. أي قول يدل على النذر يكفيه، إذا قال لله علي أو علي أن أتصدق أو اعلموا أني سأفعل كذا يوجب علي أن أفعل كذا أو نحو ذلك. نعم. فالنذر شرعا
إلزام مكلف نفسه شيئا لله تعالى بكل قول يدل عليه أفأحج عنها، الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. أرأيت أوله همزة استفهام للتقرير، وآخره تاء المخاطبة المكسورة، والمعنى أخبريني. أخبرني، نعم، أخبريني، أخبريني. قاضيته قضى لها عدة معاني، والمراد بها هنا أدى دينه. إذا قضى ما عليه فقد أدى دينه. أقضوا الله، أي أقضوا حق الله تعالى وما وجب له عليكم. أحق بالوفاء، أي أقضوا حق الله جل وعلا. حق الله جل وعلا قد يكون واجب في أصل الشرع كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور التي تجب في أصل الشرع، أو شيء أوجبه المرء على نفسه من غير وجوب أصلا فيجب عليه أن يسدده، وهكذا. واحد قال مثلا اعلموا أني سأحج إن شاء الله هذه السنة، إذا قال إن شاء الله ما عليه شيء، إذا قال إن شاء الله فليس عليه شيء، لكن قال يجب علي الحج هذه السنة مع أنه حج الفريضة وأداها لكن أوجب على نفسه، أوجب على نفسه الصرف 10,000 ريال للفقراء والمساكين مع أنه أدى زكاة ماله، لكن أوجب على نفسه هذا الشيء، هذا هو الواجب بالنذر. نعم. اقضوا الله، أي اقضوا حق الله تعالى وما وجب له عليكم. أحق بالوفاء، يعني أولى بإعطاء حقه وافيا من غيره. ما يؤخذ من الحديث؟ مثل المرء إذا سلف أعطى هذه المرأة 1,000 ريال، ألا يجب عليها أن تسدده؟ يجب عليها. المرء أوجب على نفسه صدقة 1,000 ريال، يقول يجب عليها أن يسدد هذا لأن دين الله وحق الله أولى بالقضاء. نعم. ما يؤخذ من الحديث؟ الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث. هذا الحديث فوائد جمة عظيمة استفيد منها، يدرسه المسلمون والعلماء منهم ويستنبطون منه أمورا كثيرة تنفع إلى يوم القيامة، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خطابا لشخص واحد وإنما هو لعموم المسلمين. نعم. أولا، انعقاد النذر في العبادات، والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله تعالى بالقول غير لازم بأصل الشرع. شيء لا يجب في أصل الشرع لكن المرء أوجب على نفسه، أوجب على نفسه أن تصدق، أم أوجب على نفسه أن يصوم، أوجب على نفسه إعطاء شيء من العطاء، وهكذا. ثانيا، وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم حجي عنها واقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذا أوجب الشيء على نفسه فيجب عليه أن يؤديه، إذا لم يوجبه على نفسه فلا يجب عليه أن يؤديه، أو أوجب على نفسه شيئا إن حصل له كذا وكذا فلم يحصل، يقول إن نجحت في الامتحان سأصوم 10 أيام، يقول إن نجحت يجب عليك أن تصوم، وقلت إن شاء الله سأتصدق 1,000 ريال، نقول إن شاء الله ما شاء الله ما عليك شيء، ما شاء الله، لأنك ما أوجبت هذا الشيء واجبا على نفسك، قلت إن شاء الله إن نجحت سأتصدق 1,000 ريال، يقول ما عليك شيء لأنك ما أوجبت الشيء على نفسك.
لكن أصل عقد النذر مكروه لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، يعني إذا أتاك آت فقال أحب أن أنذر لله إن الله رزقني ولدا سأصوم كل يوم أو أصوم الاثنين والخميس أو أصوم أربعة أيام من كل شهر أو أصوم كذا، يقول تقول لا يا أخي ما يحسن منك أن تنذر، وإنما داوم على فعل الطاعة هذه بلا إيجاب. إذا أوجبته على نفسك قد تعجز عن هذا العمل. إن النذر لا يأتي بخير، لا تظن أن الله يرزقك الولد لأنك نذرت، لا يا أخي اترك النذر، وأنت أعطي من نفسك ما أحببت أن الله جل وعلا يفعله لك لعله يستجيب لك. نعم. ثالثا، في الحديث دليل على أن ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره فإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يلزمه أن يفي بالنذر لبخله، وإلا لو كان ثقيا وليس ببخيل فإنه يتصدق ويعطي بدون أن يوجب على نفسه شيء. يقول أنت صم غدا واسأل ربك ما أردت، ولا تقول إن الله أعطاني شيئا أو كذا أو كذا سأصوم، لا. نعم. ثالثا، في الحديث دليل على أن ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره يؤدى عنه وجوبا إن ترك إن كان ترك مالا، واستحبابا إن لم يترك مالا، وأنه تعلق بذمته، وذلك مستفاد من تشبيهه بالدين، فإن من مات وعليه دين وله تركه وجب إفاء الدين، وإلا فلا يجب على الورثة وإنما يستحب في حقهم. من مات وعليه نذر أن يحج، ما أمكنه الحج، ما يسقط الحج عنه، عليه أن يفي بنذره. إن كان عنده مال مات وترك مالا فيجب عليه أن يوصي بهذا، وإن لم يوصي وجب على الوارث أن يدفع المبلغ من تركته وورثه لأجل أن يسدد دينه الذي لله. ما يقسمون التركة الأولاد حتى يسددون الديون، سواء كانت الديون لله أو الديون للخلق. يقول مات أبي وعليه 1000 ريال، نقول سدد 1000 قبل أن تقسم تركة أبيك، وهكذا. فيجب على المسلم أن لا ينذر، الواجب عليه أن لا ينذر، بل يكره في حقه عذرا، لكن إن فعل متى يجب عليه السدد؟ يجب عليه ما أوصى به أو نذره، فإن مات قبل الوفاء فيجب عليه أن يوصي به، فإن لم يوصي به وجب على الوارث أن يدفعه. وجب على الوارث من مال مورثه، لكن من ماله هو ما يجب عليه إلا استحبابا. جاءنا مثلا أولاد يقول أبونا مات ولم يترك لنا مال، بل ترك لنا ديونا في ذمته. يقول كم الديون؟ قالوا الديون 10,000. كم ترك أبوكم؟ قالوا ترك 2000. قلنا يجب عليكم أن تعطوا 2000 هذه، والباقي ما يجب عليكم إلا أن تدفعوه تبرعا منكم لأبيكم براءة لذمة أبيكم، وإلا فلأن الأب يلزمه ما نذراه. أداء نذره يؤدي عنه وجوبا إن كان ترك مالا، إن كان ترك مالا فيجب أن يؤدى عنه. لم يترك مال
مات ولم يترك شيء ما يجب على الورثة أن يسددوا عنه، وإنما يستحبوا في حقهم، يستحبوا في حق الأولاد أن يقضوا دين أبيهم. رابعاً، إن الوفاء واجب عن الميت ولو لم يوصي به، لأنه دين فوجب إبراء ذمته منه. يجب عليه الوفاء والوصية بذلك إن ترك مالا، فإن لم يترك مالا فيجب على الورثة إن كان ترك مالا أن يسددوا دين أبيهم، سواء أوصى بهذا المبلغ أو لم يوصي. ما أوصى بهذا المبلغ يقول يجب عليكم أن تسددوا دين أبيكم من ماله قبل أن تقسموا التركة، فإذا قسمتموها فيجب عليكم أن تأخذوا من كل واحد مقدار حقه من هذا الدين حتى يسدد ذمة أبيه. لكن مثلا إذا كان الأب ترك مالا كثيرا وترك ديونا وحقوقا أكثر، فكيف الخلاص؟ نقول يقسم المال على الدائنين، إن وفى بالديون كلها فبها ونعمت، وإلا كل يعطى بحسبه والباقي يبقى ذمة في ذمة المتوفية. مثلا إذا ترك 1000 ريال ودينه 2000 ريال عليه بذمة 2000 ريال، فكيف نقسم الوراثة بينهم؟ ميراث ما في ميراث ما دام أن التركة 1000 والحقوق التي عليه 2000، فيعطى كل واحد نسبته أقل على حسب حاله، سواء كان الدين لله أو الدين لآدمي، إلا ما كان الدين برهن فيجب أن يسدد قبل الدين الديون المرسلة، لأن الديون نوعان: دين مطلق مرسل ودين برهن، فيسدد الدين برهن حتى يحلل الدرهن فيستفيد منه الورثة. خامسا، في الحديث دليل على أن القياس أصل من أصول التشريع، فإنه صلى الله عليه وسلم قاس الحج على الدين، وقاس حق الله على حق غيره في وجوب الوفاء. نعم، هذا من أصل من أصول الشريعة، القياس، توضيح الأمر للناس. يقال إن الدين الذي لله كالدين الذي للآدمي، لا سواء، فيجب عليك أن تسدد هذا الدين الذي للآدمي كما يجب عليك أن تسدد الدين الذي كان لله. سادسا، في الحديث حسن التفهيم وتوضيح المسائل، فإنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في المعلوم للمجهول ليتضح ويكون أوقع في النفس. قال هذه المرأة: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: قيد دين الله أحق بالقضاء. سابعا، في الحديث دليل على وصول ثواب عبادة الحج من الحي إلى الميت، وهو في الحج والصدقة والدعاء والاستغفار مجمع عليه بين العلماء، وفي الصوم والصلاة وتلاوة القرآن موضع خلاف، والصحيح عمومه، وتقدم بيان الخلاف في كتاب الجنائز، والله أعلم. الصدقة: إذا تصدق المسلم قال هذه عني وعن والدي نفعت بإذن الله، تنفع وتنفع الوالدين. إذا قال هذا الحج عن والدي، لأن الوالد ما حج فيحب أن يحج عنه، أو عن الوالدة ما حجت، أو هذه العمرة للوالد أو نحو ذلك،
فيا ذلك ينفع بإذن الله. الحج والصدقة والاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة قد تنفع الحي، تنفع الميت من الحي، ينتفع الميت بها من الحي. وهنا بعض الأعمال: الصلاة والصوم والصدقة، الصوم والصلاة وتلاوة القرآن موضع خلاف، والصحيح أنها تنفع بإذن الله. تنفع الصلاة إذا صلى عن والده ودعا له في الصلاة. الصلاة محل خلاف خاصة، وأما الصدقة والدعاء وأما تلاوة القرآن والصوم كان يصوم عن والده صيام نذر أو صيام تطوع يكفي هذا بإذن الله وينفع. نعم. ثامنا: وجوب قضاء حقوق الله تعالى على الميت كالزكاة والنذر والكفارة وحجة الإسلام، وأنها تزاحم الحقوق التي عليه للخلق، فتقدم هذه الديون على حق الورثة في التركة، فإن لم تفي التركة وزعت على الديون كلها كل بنسبته. يعني أن الإنسان صار عليه مثلاً دين لله زكاة 5000 ريال وعليه حق لآدم 5000 ريال وهو لم يخلف سوى 7000 ريال، فنعطي كل دائن حقه بحسب النسبة. إذا كان المبلغ يفي بالديون كلها سددناها كلها، إذا كان لا يفي نعطيها بالنسبة. عنده 5000 والدين 10000 نعطيها النصف، وهكذا. تاسعا: بر الوالدين ولو بعد وفاتهما، وإن من البر بهما وفاء ديونهما ونذرهما. بر الوالدين بسداد الحقوق التي عليهما وإنفاذ عهدهما واتباع وصيتهم، كما جاء في الحديث أن الصحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ يعني كأن هذا بار مدة حياة والديه، أو منقطع مدة حياة والديه فيريد أن يستأنف من جديد، هل يمكنه أن يبر بهما بعد موتهما؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما، 5 حقوق باقية حقوق للوالد على الولد إذا رغب في أدائها، وهذا على سبيل التبرع دون الوجوب. يتبرع إنفاذ الصلاة عليهما، كان يقول: اللهم اغفر لي، اللهم صل على أبي، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يدعو له: اللهم اغفر لي وارحمني ووالدي، وهكذا. كل ما دعا لنفسه دعا لوالديه. الصلاة الدعاء والاستغفار، وصل عليهم ادعو لهم، والدعاء لهما كأن تدعو للوالدين باستمرار، ما تدعو لنفسك إلا دعوت معك نفسك والديك: اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم، اللهم اجزهم عني خير الجزاء يا رب العالمين. الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما: اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم. وإنفاذ عهدهما، إذا وصى الوالد بشيء فيحسن من الولد أن يفي بوصية الوالد هذه ولا يتناساها. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما،
يصل أقارب الوالد من أجل الوالد، ويصل أقارب الوالدة من أجلها، وهكذا. وبر صديقهما، أن يبر أصدقاء أبيه وأصدقاء أمه، يصلهم من شان الأب والأم، كما جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقي أعرابياً في الطريق، فنزل عن حماره وأعطاه الأعرابي، وأخذ العمامة فوق رأسه وأعطاها الأعرابي، فقيل له: يرحمك الله، إنهم الأعراب يقنعون باليسير، أنت أعطيته كل ما بين يديك، أعطيته الحمار الذي تركبه، أعطيته العمامة التي تلبسها وتقي رأسك حرارة الشمس. قال: إن أبا هذا كان وداً لعمر، قريب من عمر، صديق لعمر، فأنا أصل هذا الولد ما من أجل هذا الولد، وهذا الولد لا أعرفه، يمكن قال: من أنت؟ قال: أنا فلان، أبوك فلان وفلان، وهكذا. يوم عرفه عرف أباه، فقال: أبوه كان صديقا لعمر، فبر هذا الولد من أجل صلة أبيه. إن أبر البر أن يصل الرجل قرابة وصداقة أبيه وأمه. فيحسن بالمرء ألا ينسى صداقة أبيه ولا يتناساها، بل إذا جاءه صديق أبيه أو ابنه أو ابن ابنه وصله، والله جل وعلا يأجره. إذا أعطيت هذا الرجل أعرابي أو متعلم أو طالب علم، أو وجدت طالب علم تستطيع أن تبعه بشيء، وكان يعرف أباك أو صديقا له، أو يعرف أمك أو من أصدقائها أو نحو ذلك، فوصلته، فهذا يعتبر من صلة الرحم وبر الوالدين، من بر الوالدين أن تصل صداقة الوالد والوالدة. عاشرا: إجزاء وفاء الدين والنذر عن الميت من لطف الله تعالى بخلقه وبره بهم، ليخفف عنهم أعباء الواجبات وتبعة الحقوق. إجزاء وفاء الدين للنذر عن الميت من لطف الله تعالى ورحمته، يعني هذا الميت تساهل في جمع الديون والحقوق في ذمته، وكان يأخذ ولا يسدد. فالذي ينبغي للإنسان أن يسارع في سداد دين أبيه، لأنه مسؤول عنه، فإن أمكنه ذلك فبها ونعمت، وإلا لو بعضه، ولا يلزمه أن يسدده كله تسديدا كاملا، وإنما يلزمه يستعين بذلك ما شاء، ويرسل ما شاء، ويتعاون مع أهل الدين بقدر قدرته وقدرتهم، يقول لهم: نزلوا عن أبي مثلا بعض الحق، أنا ما عندي شيء أعطيكم كل اللي لكم على أبي، لكن إذا نزلتم شيء أنا أعطيكم هذا. يقول: أبوي مطلوب لأبيكم بألف ريال، وأنا ما عندي له ألف ريال، وأنا بتبرع لأبي، إن نزلتم منه شيئا أعطيتكم. قالوا: نعم، نسقط عن أبيك 500 ريال، وعطنا 500 ريال، هذا حسن. وهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن المرء قد يتساهل في جمع الحقوق والديون ولا يسدد، فإذا رحمه الله جل وعلا وهيأ له ولدا صالحا ذكرا كان أو أنثى، فسدد عليه برئت ذمته. كما جاء أن الرجل جاء إلى الولد الذكر فقال: إن أباك عليه دين لي، فآمل أن تعطيني إياه. قال: أبوي في المقبرة، رح لمه هناك ويعطيك حقك. فذهب إلى البنت فقال لها: إن أباك
مطلوب لي كذا وكذا ريال وإنه توفي قبل أن يسددني. قالت تعال تعال يا عم يا عم يا عم خذ تقرأ خواتمه من يده، أربع خواتم من كل يد. قالت خذ يا عم بع هذولي وسدد دينك، فإن بقي شيء فرد علي، وإن بقي دين أكثر من هذا فعلما علشان أجمعه لك مرة ثانية. بكى هذا حينما رأى المرأة سددت والولد ما سدد، والمرأة أعطته الخواتم وفيها أثر العجين، يعني أنها ملبوسة الخواتم التي تلبسها لكن ذهب، فردها عليها وقال أنت وأبوك بحل جزاكم الله خير وأنا أحللكم. فتسببت في حل أبيها بهذا العمل الصالح، بينما الولد أبى أن يسدد وقال له اذهب إلى أبي في المقبرة خذ حقك منه، أبوي راح. فهذا الولد خير، البنت خير من الابن، والعياذ أسأل الله السلامة والتوفيق. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص في براءة ذمة والدينا حسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلاهما لا الولد ولا البنت، لا الذكر ولا الأنثى، لا يملكون التسديد ولا يلزمهم التسديد لزوما، وإنما يجب عليه وإنما المستحب في حقهم أن يسددوا. فالبنت أرادت أن تسدد فرجع لها حقها بإذن الله ولم يضرها ذلك، والولد آثم بهذا الرد الشنيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا نذرت وقلت لو نجحت مثلا سأذبح شاة ولم أنجح، فهل يجب علي الوفاء بالنذر؟ لا يجب الوفاء بالنذر إلا لمن حصل له ما يريد. يقول هذا يقول: هل يكون النذر بالنية دون التلفظ به؟ لا، إذا لم يتلفظ بشيء فلا يجب، وإنما يستحب الوفاء بهذا. أما إذا لم يتوذر، إذا لم ينذر ويتكلم ويقول يجب علي، فلا يجب. يقول: هل يجوز التصدق عن الوالدين وهم أحياء؟ نعم، يجوز التصدق عن الوالدين وهم أحياء أو بعد موتهما. يقول السائل: أوصى والدي بأرض مقابل حجة الإسلام عنه، والأرض لا تكفي تكاليف الحج، فقام عمنا أخو الوالد بالتبرع بالحج عن والدنا كونه متواجدا هنا في المملكة، فهل يسقط عنا واجب تنفيذ الوصية؟ نعم يسقط، ما دام أنه نفذ هذا، أرسل من يحج عن أبيكم. يقول السائل: هلك هالك وله أرض وبيت وله سبع بنات كلهن متزوجات، وأخ شقيق وأخوات شقيقات، فكيف توزع التركة؟ سبع البنات لهن الثلثان من التركة، وأخ شقيق وأخوات شقيقات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: ما هو الفرق بين الصلاة والاستغفار للوالد؟ الصلاة الدعاء، وصل عليهم ادع لهم، قل اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم ارزقني وإياهم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وهكذا. هذه الصلاة عليهما، والاستغفار تسأل المغفرة لهما. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.